السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما شفنا على قناة بيم أريبيا ازاي نرسم الجريد وازاي نحط الأعمدة وازاي نرسم البيم، عايزين نحط بقى الانوتيشن على البيم. فهروح لانوتيت واقول له بيم انوتيشن، فبيبدأ يجيب لي الرسالة دي. خليني اعمل سيلكت على البيم واقول لك ليه دلوقتي ستراكشر بيم، تمام. لما تيجي بقى تروح للانوتيت وتقول له بيم انوتيشن، هتلاقي الاختيار ده ظهر لك ان انت تعمل الانوتيت ده للحاجات بس اللي معموله سيلكت او كل البيم اللي موجود في المشروع. طيب انت عايز الحاجات اللي موجوده في لينكات ولا لا؟ يعني لو انا عندي ساحب اي لينك عايز يظهر برضو الانوتيشن عليه ولا لا؟ تمام، ريموف احذف اللي موجود دلوقتي، لو في اي تاجات موجوده حاليا احذفها وحط اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، تمام. فبيقول لي انوتيشن لوكيشن اند تايب، ده لو ده البيم هتكتب مثلا في اوله في اخره في النص تحت فوق الثلاث اماكن اهمت. فتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز هنا مثلا احط ستراكشر فريمنج تاج، لو مش التاج مش موجود تقدر تختار اللي انت عايزه من هنا، تمام. او ممكن تقول له سبوت اليفيشن بس يكون محمل الفان بتاعتها، وهنا برضو كذلك تختار ستراكشر فريمنج تاج، تختار حاجة مختلفة، تمام. عندك ست أماكن تقدر تحط فيهم، في الأول في الآخر في النص فوق تحت. ده لو هي فيها سلوب في ميل فتقدر تختار فيه ميل ميول، تمام. فتقدر تختار هنا تقول مثلا أنا عايز أستخدم المعلومات من التاج دوت، وهتقول له بعد كده أوكي. فهيبدأ يعمل الكلام دوت لكل البيم الموجودة في المشروع. شايف ديت بدأ يكتب اهوت، تمام. ليه ظهر علامة استفهام؟ لأن المفروض إن التاج ده بيقرا معلومة، المعلومة دي مش موجودة في قلب البيم، تمام. لو المعلومة اتكتبت هتلاقي المعلومة دي ظهرت هنا. يعني لو جيت هنا دخلت جوه الفاملي وعدلت، هو بيقرا حاجة معينة، تمام. بيقرا مثلا بيقرا بارامتر معين، ممكن يكون البارامتر ده مش موجود. لو حطيت بارامتر تاني تكون انت واثق منه، مثلا الارتفاع، الستارت، الفوليوم، التايب نيم مثلا، تمام. وحملته في المشروع هتلاقيه قرا من المشروع.